لو أول مرة تزوري قناتي لتعليم الخياطة والتفصيل، شفتي قنوات كتير وما تعلمتيش حاجة، أو خدتي كورسات ودفعتي فلوس كتير وبرضو ما تعلمتيش حاجة، تابعينا كويس معانا تتعلمي، لأن احنا بنركز على دقة التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم كلكم، ازيكم كلكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم سارة سيد، قناة كرياتيف وومن، عالم تفصيل في خياطة. النهاردة ان شاء الله احنا كنا بدأنا في سلسلة حلقات عن شرح المكن الاوفر المنزلي، وعملنا كذا حلقة عنه، هتلاقوا روابط كل الحلقات تحت في صندوق الوصف. الحلقات تنفع لكل انواع مكن الاوفر، السنجل، البرازر، الجوكي، الجانومي، اللي احنا بنشرحها طبعا الفاف الالماني او الياباني. روابط الحلقات هتلاقوها تحت في صندوق الوصف، هتلاقوا كمان لينك في اللينك بتاع سلسلة الحلقات مجمعة، هتلاقوه في اول تعليق على الفيديو مثبت، وكمان هتلاقوه في البطاقة اللي انا حاطها لكم فوق دي. وقفنا المرة اللي فاتت لحد خطوة تركيب الإبر، وديت أول خطوة قلنا في لضم مكنة الأوفر المنزلي. إن شاء الله النهاردة نكمل الخطوات بعد تركيب الإبر، بنلضم الخيط إزاي، سواء في الإبر سواء في الكروشيهات. يلا تابعونا. هنلضم بقى، هنلضم بنفس الألوان ديت اللي عندنا ديت. يعني إحنا عندنا هنا أربع مسارات للألوان، أربع مؤشرات أو أربعة بكرة شد، يعني خيط أصفر أحمر أخضر لبني. هنلضم الخيط في نفس الإيه، بنفس الألوان دي في المسارات بتاع الاربع خيوط. احنا قلنا الخضرة بتاع دايما الابرة اللي ناحية جوه، لان هلضم اللي هما الاتنين دول، الاتنين اللي ناحية جوه دول، يبقى اللي جوه قوي دي هي هتمشي في المسار الاخضر، واللي جنبها ديت التانية بتاعتها اللي هي ديت هتمشي في المسار اللبني. فكده خلصنا المؤشرين دول بتوع الابرة ما لناش دعوة بيهم خالص، كده خلصوا. فاضل لنا المؤشرين الاتنين دول بتوع الكروشيهات. طب احنا عندنا ثلاث كروشيهات ومؤشرين اتنين بس، في مؤشر مشترك اللي هو المؤشر الاصفر، ماشي، اللي هو المؤشر الاصفر ده بيلضم كروشيهين، كل كروشيه حسب نوع الغرزه، ماشي كده. يبقى احنا عندنا دول بتوع الابر، المؤشرين دول بتوع الابر، والمؤشرين دول بتوع الثلاث كروشيهات. طيب مؤشرين احنا ما بنلضمش عمرنا الثلاث كروشيهات مع بعض، يا اما بنلضم يا جماعه الاثنين كروشيه بتوع الاوفر اللي هم ده وده، يا اما بنلضمهم هما الاثنين عشان نشتغل اوفر، يا اما بنلضم الثالث لوحده اللي هو ده، ماشي، اللي هو بتاع الكفر ستيتش والسلسله. اتنين، بصوا بقى اللضمه اللي احنا بنلضمها دي تنفع مع كل المكن الثلاثه فتله والاربعه فتله، يعني حتى مش المكنه الفاف دي، هنلضم الكروشيهين دول مع الابرتين الاوفر اللي جوه دول. هنبتدي بقى يا جماعه، هنلضم الخيط ونمشيه في المسارات بتاعته. زي ما انتم شايفين كده انا رتبت الخيط بالارتيب نفس الوان الكروشيه عشان اعلمكم حاجه مهمه جدا. الهدف ايه؟ ان انا هوريكم ازاي نحكم على اللضمه بتاعتي حلوه ولا وحشه، والشقوط الشد بتاع الخيط حلوه ولا وحشه. فعندنا ادي اهو الخيط الاصفر، بعمل ايه؟ بطلع بقى بمشي مع المسار الاصفر. بصوا بقى اهو دي انا رفعاها اعلى حاجه علشان انا عايزه الخيط، بصوا الخيط يجري معايا ازاي لما اشده، اهو يمشي معايا بسلاسه كده بالطريقه دي، شوفوا بسلاسه اهو لما المكنه، فبرفع دي، كل ما رفعت دي كل ما الخيط مشي معايا، وبدخله بقى من المسار الاصفر ده. البامبا عشان بقى مش عارف اعملها قصادكم، بدخله من دي وبعدين دي، لازم امشيه في المسار البامبا بتاعه. الاخضر اهو بدخله من دي ومن دي، وبعدين اللبني بدخله من دي، سهله خالص اهو. هدخلهم بقى ونكمل اللضمه بقى من هنا مع بعض. بصوا دخل اهو وينزل بقى، وبعد ما ينزل هنشوف هنكمل. واللبني من الفتحات، من الفتحه اللبني. طبعا انا حاطه الوان خيط لون الايه، لون الكود، لكن انتوا عادي استخدموا خيط ابيض اسود زي ما تكونوا عايزين، بس احنا لازم نعمل التجربه دي على المكنه في الاول، اول ما نجيبها ان احنا نجرب الوان الخيط مع كل، عشان نعرف كل خيط بيعمل ايه، ماشي كده، كل مؤشر من دول بيعمل ايه. بعد ما ايه دخلنا خلاص الخيط في المسارات بتاعته، نعمل ايه؟ نعدي كل الخيوط من تحت دراع المكنه من هنا، ماشي اهو، ماشي كده. ادي اللبني وادي الاخضر وادي البامبا وادي الاصفر، خلاص واقلب عليهم داعي المكنه وابتدي اشتغل. بعد ما عملت كده ابتدي بقى اعمل خطوه مهمه لازم في مسار الخيط، ادخله بقى اجيب الاقدم، في هنا فتحه كده اهي، ماشي، لما بعمل كده هي فيها فتحه اهو، هو بيجي معايا كده اهو، دخل فيها اهو، ماشي، لازم يمشي كده في الايه، في اهو كده في المجرى دي كده، بقى هو جوه جوه الخط ده كده، ماشي. واعمل نفس الحاجه مع بقيه، مع التانيين برضو كده، خلاص اشد بقى اتاكد ان كلهم ماشيين في الايه، في المجرى بتاعتهم ديت. الاربع خيوط طلعوا لي بقى منين؟ من الناحيه ديت كده اهو، كل واحد اهو، ده الاصفر ايه بقى، من خلاص كده دخل هو كده تحت تاثير الشد بتاع المؤشر كده، وهنا برضو نبتدي بقى نلضمه في الحاجه المقابله بالترتيب بتاع اللضم. يعني ايه ترتيب اللضم؟ يعني لازم الترتيب اللي احنا هنقوله دوت،
والترتيب ده تقريبا اللي لقيته ثابت في الثلاث مكانات اللي احنا بنشرحها. اول حاجه بتلضمه دوت الكروشيه الاولاني اللي هو العلوي الاساسي، ودوت الكروشيه الثاني اللي هو السفلي الاساسي، يعني خلاص. ودول للابر في الاخر خالص، الاخضر للابره الاولى والازرق للابره الثانيه في الاخر خالص. انما دلوقتي احنا هنبتدي بانه مش هنبتدي بالاصفر، هنبتدي بالبينك. والخطوه دي مهمه يا جماعه، يعني لو انتوا بدلتوا خليتوا الكروشيه العلوي اللي هو دوت كده، لو انتوا خليتوه هو بالاصفر هيديكوا غرز مش مظبوطه، هيبقى الغرز فيها مشكله. شايفين الكروشيه دوت كده، هو دلوقتي ده اللي احنا هنلضمه، ده تبع انه بكره تبع تاني بكره او تاني مؤشر اللي هو ده، يعني اول مؤشر بنبتدي بيه، اول مسار بنبتدي بيه المسار البامبا اللي هو دوت كده، يعني البكره المؤشر التاني مع الكروشيه الاولاني اهو. هنمشي كده بقى مع المسار البامبا، هوريكم بقى ازاي المسار البامبا ده. نزلنا من فوق بعد ما عملنا الخطوه الاولانيه، عدينا الخيوط كلها من الفتحات اللي فوق، نبتدي بقى هنمشي دلوقتي مع مسارات بتاعتها. بصوا خيط البامبا المسار بتاعه اهو، نازل من هنا، نازل من هنا، وبعدين تاني حاجه هيعدي من الفتحه دي كده اللي هي تاني فتحه، ماشي، وبعدين هيمشي مع النقط البامبا. ادي نقطه بامبا وادي نقطه بامبا، كام ده بالنسبه للمكنه دي. المكن الثاني اللي فيه كلر كود اللي فيه الوان هتمشوا زي ما انا ماشيه كده مع النقط، وبعدين ادي نقطه بامبا الثالثه، ماشي، وبعدين يطلع بقى على الكروشيه الاساسي العلوي اللي هو الكبير اللي هو اللي فوق دوت اللي هو دوت هنا. وديت صورته في المكنه سنجل بروفيشنال، وديت صورته في المكنه البرازر 1034، خلاص كده. وعادة هو هيبقى تقريبا كروشيه شبيه بيه قوي، اللي هو هيبقى الاعلى واحد في كل المكان، يعني سواء الثلاث مكان دول سواء غيرهم هيبقى نفس الشكل تقريبا او نفس المكان، هو اعلى واحد الاساسي، خلاص. هنبتدي بقى نمشي دلوقتي مع مسار الخيط. عدينا اول حاجه من الفتحه دي، وبعدين تاني نقطه بامبا اهي، فهتلاقوا هنا كده فتحه هتعدوا منها برده كده، وبعدين هتلاقوني حاطه لكم برده الرسمه، وبعدين فين تاني نقطه بامبا اهي اهي كده، يبقى لازم ننزل من تحت دي برده زي ايه، زي يعني حندق كده الخيط بيعدي منه اهو، ولا ده ولا ده هنمشي فيه. في هنا بقى بصوا ده شايفينه اهو، حاول اقرب لكم منه. شايفين ديت كده عامله زي الهلب، يعني حاجه بصوا مدوره اهي اهي كده، فين دوت كده زي هلب كده نازل لتحت كده. فانا المفروض دلوقتي ان النقطه البامبا الثالثه هنا، فانا اعدي الخيط من الهلب ده، فبنزل بالخيط كده من وراه اهو، واطلعه تاني من جوه الهلب اهو كده، وهيطلع تاني اهو من الهلب، شايفين. وبعدين ابتدي الضم الكروشيه نفسه اهي، ماشي خلاص. وبعدين لازم ارفع الدواسه، هي مرفوعه انا رفعها فعلا، واعدي الخيط من وراها كده، ويبقى طويل شويه، المفروض اكتر من 10 سنتي كده. انا لضمت الكروشيه الاولاني، اشده، بصوا اشده الاقيه بيتشد معايا بسهوله، يبقى انا كده تمام واللضمه بتاعتي كويسه. بعديها الكروشيه الثاني اللي هو انهو هنلضم دلوقتي الكروشيه الاساسي الثاني. الكلام دوت احنا لحد دلوقتي ده المكن الثلاثه فتله والاربعه فتله نفس الشغل، مفيش فرق. الكروشيه الاساسي الثاني اللي هو ده، مع اختلاف بسيط في الشكل يا جماعه، يعني الكروشيه ده شكله مختلف شويه في بعض المكن دوت كده، انما هم هتلاقيهم هم هم، كروشيه علوي اساسي وكروشيه سفلي اساسي. المهم احنا دلوقتي هنلضم دوت، هنستخدم انهو مؤشر، المؤشر الاصفر الاولاني اللي هو ده لازم دوت، ماشي، المؤشر الاصفر الاولاني اهو. هنمشي مع المسار الاصفر اللي هو دوت، وبعدين اي نقطه صفرة تانية تقابلنا اللي هي ديت، وبعدين ديت، وبعدين ديت، وبعدين نطلع على المؤشر. طيب انا اعرف منين يعني الكلام ده بالنسبه للمكن الفوق؟ طب والمكن التاني؟ بصي هتلاقي رسمه اللضمه مرسومه على المكنه، معظم المكن بيعمل كده، يرسم لك اللضمه على المكنه لو هي ما فيهاش الوان، لو هي فيها الوان هتلاقيه عامل لك نقط ملونه بالطريقه دي كده. لازم حاجه من الاثنين، هو يستحيل يسيبك تايهه كده ما عندكيش لا ده ولا ده، وانا استبعد الموضوع ده تماما. لو هي مكنه فعلا كويسه وماركه كويسه، هتنزلي الكتالوج بتاعها من على النت وتشوفي اللضمه بتاعتها ازاي، خلاص. زائد ان اللي احنا بنقوله ده هو دارج في معظم الايه المكن، هتلاقي نفس المسارات اللي احنا ماشيين بها دي كده. المهم هنبتدي بقى خلاص الخيط الاصفر، هننزل فوق من اهو، الخيط اهو جاي من هنا اهو، هننزل بقى تاني على طول المحطه اللي هي ديت الفتحه دي كده، هيعدي من هنا، وبعدين تالت محطه اهي دي كده، وبعدين اللي بعديها ديت اهو، هنمشي مع النقط الصفراء. وهي دي ميزه الكالر كود يا جماعه، وهي ميزه زي ما قلنا، يعني مش ايه، مش يعني اللي هي يعني، بس كل المكن الجديد فيه الكالر كود دوت اهو. وبعدين ايه الهلب، هلب بقى صغير اهو هنا كده، وبعدين نعمل ايه، هننزل بصوا الكروشيه كده اهو، هننزل ده، مش احنا قلنا ممنوع نلضم الكروشيه، لازم
ننزل الكروشيه التاني دوت بيبقى له حاجة كده بتنزل. على فكرة في معظم المكن في نفس الفكرة، حاجة ان هي تشد الخيط من هنا، يعني لازم حاجة تحجز الخيط من الايه من هنا كده، وبعدين تيجي على الكروشيه من هنا. حتى المكن الصناعي في الحركة دي، يعني لازم الكروشيه يعدي يمشي كده وبعدين كده، ماشي. فهنا بالنسبة لنا في اهو، بصوا دي بتنزل كده اهي كده، وبعدين بنعدي الكروشيه في هلب اهو صغير خالص اهو، هقرب لكم منه اهو، شايفينه اهو اللي هو ده، اللي هو ده كده. انا هدخل الخيط من هنا كده ويعدي هنا ويخش في فتحة الكروشيه هنا، لازم كده يا جماعة، ماشي ماشي. المهم ادي اهو، ده هيسهل لنا لما جبنا الهلب كده، هيسهل لنا ان احنا نحط الخيط كده هنا كده اهو كده. خلاص بصوا الخيط اتشد اهو، لازم يعدي كده، ماشي. اقدر دلوقتي ارفع دي كده، لو انا ما رفعتهاش المكنه بترفعها لوحدها. بعد كده الخيط يعدي بقى منين؟ خلاص اهي، بصوا بقى الخيطين اهم، ولازم برضو اعديه من تحت الدواسه كده، اجيبهم جنب المقص كده واعديه من تحت الدواسه واشده الاول، اتاكد ان هو ماشي معايا بسلاسه. شوفوا السلاسه، سلس خالص. طيب ادي اهو، بصوا لازم بالترتيب ده. ليه لازم بالترتيب ده؟ نقطة مهمة جدا جدا جدا. في ناس تلضم المكنة وتلاقي الخيط بيقطع، تلضم المكنة وتلاقي الغرزة بتفك، تلضم المكنة وتلاقي أصلا المكنة ما عملتش غرزة أساسا. إيه السبب؟ الحركة دي، إن أنت بتلضم دوت قبل دوت، لازم دوت وبعدين دوت، ولازم دوت المؤشر التاني ودوت المؤشر الأولاني. خلاص كده؟ المهم آدي أهو كده خلصنا، نشد الخيطين نلاقيهم إيه؟ ماشيين معانا جمال وسلسين، أبقى أنا كده في التمام. إحنا قلنا دول بيتلضموا في حالة إن أنا أعمل أوفرلوك أو برم او غرزه برم، وفي غرزه ثالثه اسمها الفلات لوك، هعرفكم كل الغرز دي في ميعادها في وقتها يعني. فاضل عندنا في كروشيه ثالث، ده ما بيتلضمش دلوقتي، ده بيتلضم لوحده مع الابرتين التانيين. قلنا لازم تبصوا على الحلقه اللي فاتت اللي هي علاقه الكروشيهات بالابر مع ابر الكفر ستيتش، ماشي كده. لازم دوت يتلضم مع ابر الكفر ستيتش، يعني هو دلوقتي ملوش مكان فمش هنلضمه. احنا دلوقتي اللي هنشتغل عليه هنجرب ان شاء الله الحلقه الجايه، هعرفكم ازاي تجربوا الغرز وتعرفوا انتوا ماشيين مظبوط والمكنه بتاعتكم كويسه ولا لا. نكمل بقى، لضمنا الكروشيهين نبتدي نلضم الابرتين. حاجه حابه اقولها، اللضمه اللي احنا بنعملها دي بتاعت ايه؟ المكنه الاربعه فتله، هنلضم كروشيهين وابرتين، ماشي. طب المكنه الخامسه فتله اللي هي فيها، لو هنشتغل على الكروشيه الثالث اللي هو ده، وده بيبقى شغل لوحده. طيب ايه المكنه الثلاثه فتله؟ ايه الفرق بينها وبين اللي احنا بنعمله ده؟ ولا حاجة، هنلضم نفس الكروشيهين بس مع إبرة واحدة بس، كده بقى ثلاثة فتلة. وفي مكان هو ما فيهوش إلا إبرة واحدة بس وبيشتغل أوفر بس، أوفر ثلاثة فتلة بس، ماشي. وهتفهموا يعني إيه أوفر ثلاثة فتلة، أوفر أربعة فتلة، أوفر في كمان أوفر اثنين فتلة، هتفهموا الحاجات دي كلها في حلقات الغرز، ماشي. تابعوا بقية السلسلة بس، وأنتوا كل حاجة هتخرجوا من السلسلة مفيش حاجة ناقصاكم إن شاء الله. كل اللي هنعمله هنرفع الباب ونقفله كده، نتاكد ان هو مقفول كويس، ونتاكد ان دي مقفوله كويس عشان ما كانت تشتغل. وادي عندنا الخيطين البامبا والاصفر مضمومين. الابر موضوعها سهل، اسهل من التاني. بنعمل ايه؟ بنمشي ما فيهاش بقى نقط ولا اي حاجه. هنا الاخضر تحتيه كده زي حاجز كده، بنيجي منه هنا. لو احنا هنشتغل اوفر بنمشي الخيط من الفتحه دي، شايفين اللي هي دي. لو احنا هنشتغل كفر ستيتش بنمشي الخيط من فوق كده بس، هو ده الفرق الوحيد بين الكفر ستيتش بتاعه والباقي كله زي بعضه. وطبعا ترتيب الابره اهو، بندخل من هنا كده ونيجي من هنا، ونيجي بقى في المسار بتاع الابره اهو. الاخضر نخليه بره كده هنا، ماشي كده. نيجي من ورا كده من الفتحه دي كده اهو، نبتدي نلضم الابره بقى. نرفع الابره على قد ما نقدر، الابره اخر حاجه بتتلضم، الابر اخر. عايز احكي لكم على الجو اللي انا قاعده فيه، حر جدا، يا رب بقى قصاد الحر ده اخد لايكات كده. خلاص واجيبها، خلاص ايه الابره الخضراء اتلضم، ماشي. ولازم لازم اجيب الخيط من تحت الدواسه كده، لازم. ما عملناش كده مش هتلضم معايا ومش هتديني الغرزه والخيط هيقطع. تمام، لازم يخش كده من تحت الدواسه واخرج بره، ولازم بالترتيب، لازم بالترتيب ولازم من تحت الدواسه كده. عندي التلات فتل مضمومين، الصفراء والبامبا والايه والخضراء. اخر لبني، اللبني نفس المسار بتاع الخضرة، من الفرق هو الايه الابره. خلاص بقى يا جماعه لضمنا الابره. بعد ما لضمنا الاربع خلاص فتل اللي هو الاربع الوان بتوع الخطوه اللي بعد كده، نجرب الغرزه اللي احنا عايزين نشتغل عليها.
نجرب علشان نشوف الغرزة دي ماشية حلوة على المكنة ومظبوطة ولا محتاجة تظبيط ولا ايه. كده حلقتنا خلصت، والحلقة النهاردة تاني كانت عن لضم المكن الأوفر المنزلي بحيث يشتغل أوفر أو سرفلة. في لضمة تانية لغرزة الكفر ستيتش إن شاء الله هنعملها حلقة مخصوص. الحلقة الجاية إن شاء الله أهم حلقة هي إزاي بقى بعد اللي انت عملتيه ده كله تعرفي إن المكنة مظبوطة وتظبطي شغلك وتظبطي غرزتك. تابعونا، اوعوا تكونوا بقى نسيتوا مسابقتنا ان اكتر حد هيعمل لايك وكومنت على مجموعة الفيديوهات بتاع مكان الاوفر. هنعمل سحب على 5 جوائز، قيمة كل جايزة 100 ريال سعودي، يعني حوالي 500 جنيه مصري. ما تنسوش المسابقة وما تنسوش التعليق وكل اسئلتكم. شكرا لكم قوي ان انتوا تابعتوني لحد هنا وان انتوا كملتوا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ولو انتوا كملتوا لاخر معناه ان عجبكم، لازم تعملوا لايك ولازم تعملوا كومنت على الفيديو عشان تخشوا في المسابقة بتاعتنا. ما تنسوش المسابقة وما تنسوش تشتركوا في كل مواقع التواصل بتاعتنا تحت، عندكم الفيسبوك والانستجرام. اللي عايز يتواصل معايا مباشر على الانستجرام اسهل طريقة، هي دي الطريقة اللي برد عليها. وكمان يا ريت تشتركوا في قناتي التانية، قناة ابداع بنات حواء، قناة فيها حاجات تانية كتير غير الخياطة والتفصيل ومتخصصة اكتر في صناعة الاكسسوار. هتلاقوا الرابط بتاعها في عنوان الفيديو، يعني لو دخلت على عنوان الفيديو هتلاقوا جنبه رابط مكتوب عليه ابداع بنات حواء، خشوا عليه، هي دي القناة. اتمنى تشرفوني هناك، اتمنى تشتركوا في القناتين بتوعي. وكمان اخر حاجة حبيت اقولها لكم ان احنا غيرنا البراند بتاع القناة، بدل سموها خليناه كرييتيف وومن. تابعوا بقية سلسلة الحلقات عن مكان الأوفر المنزلي. أشوفكم على خير إن شاء الله. كان معاكم سارة السيد، قناة كرييتيف وومن، عالم تفصيل في خياطة.